لا يعلم النمل أنه يتحرك فوق حقل الألغام. سقطت نملة غافلة في هذا الكمين. لاحظوا كيف يقصفها الأسد بالرمال من الأسفل لكي لا يترك لها فرصة النجاة. ستنزلق إلى فكوكه وتقع في قبضة الموت. يتبنى أسلوبا رياضيا لينهك قوى الضحية، وبعد ذلك يسحبها إلى الأسفل في الرمال وهناك يفترسها. استخدم الإنسان منذ الأزل الحيلة والفخاخ لصيد الحيوانات وأسرها، وكانت حيلة ناجحة ولا تكلف شيئا. وحتى في عالم الحشرات هناك كائنات شرسة تستخدم الحيلة والفخاخ للإمساك بفرائسها، إنها أسود النمل. عند حلول الصباح تشرق الشمس بأشعتها الذهبية، تسخن الرمال وتتحرك كل الكائنات التي تسكنها بحثا عن قوتها. تتبع النمل نفس مساره المعتاد ذهابا وإيابا لجمع مؤونته، بينما هناك كائن مفترس وخطير يتخذ من مسارات النمل موطنا له ويحولها إلى حقول ألغام حقيقية. أسد النمل يختار موقعا مثاليا ليصمم مأوى خاصا به، عبارة عن مصيدة قاتلة. يتحرك الأسد في حركة دائرية ثم يحفر بشكل أعمق. ينقر الرمال والحصى بعيدا بفكه السفلي. يتم إلقاء حصى بهذا الحجم بعيدا، حقا إنه أمر مذهل. حشرة صغيرة بهذه القوة. أكمل مهمته الآن، سيدفن نفسه في الرمال تاركا فكوكه بارزة للأعلى، وينتظر بفارغ الصبر سقوط نملة غافلة. ليس لدى النمل أي فكرة عن وجود مصائد مميتة في مساره. هذه النملة سيئة الحظ، وقعت في المصيدة. انهار الرمال أسفل أرجلها، تقاوم النملة للهروب والنجاة، لكن الأسد يقصفها من الأسفل لتسقط إلى فكيه. يساعد الحظ النمل الكبير وينجو، لكن ليس دوما. هذا الهروب لا يضمن له الأمان إلى الأبد، فهناك حفر أكبر لن يستطيع النجاة مرة أخرى. لن تستطيع هذه النملة النجاة. لاحظوا كيف تنهار الرمال من تحت أرجلها، ويقصفها المفترس من الأسفل بالمزيد من الرمال. تفقد الضحية التركيز وتسقط إلى فكوك قاتلة. وقعت الضحية الآن في قبضة الموت. سيحقنها أولا بسم يشل حركتها، وبعدها يسحبها إلى الأسفل ويمتص منها العصائر الحيوية.
أسد النمل هذا صغير الحجم، لكن شره يكمن في فكوكه التي تشبه المنجل. دائما يبقي هذه الفكوك مفتوحة وجاهزة للإمساك بأي فريسة وقعت في فخه. يبني المصائد في المناطق الرملية الجافة. بمجرد رؤيتك لهذه الحفر تظن أنها مستقرة، لكنها شديدة الانحدار ومصممة بدقة عالية للانهيار تحت أي وزن مر قريبا منها. استعمل الأسد هذه الطرق لأن حركته بطيئة، لا يستطيع مطاردة فرائسه، ولهذا يستخدم الأمر السهل. يهيئ فخه، وبمجرد أن يصبح الفخ جاهزا ينتظر الفريسة دون عناء أو أن يبذل الجهد في مطاردتها. لاحظ كيف تكافح النمل من أجل الخروج، لكن الجدار الرملي ينهار أسفل ساقيها مما يجعل الوضع أسوأ. يرمي الأسد باستمرار الرمال تجاه الضحية حتى تقع في قبضته. من يصدق بأن هذه الحشرة المفترسة ستتحول إلى حشرة طائرة مجنحة تتغذى على رحيق الأزهار وتساهم في تلقيح النباتات، لكن بعد 3 سنوات؟ لأن هذه الحشرة تبقى يرقة لمدة 3 سنوات على الأقل. تصطاد وتستهلك عشرات النمل قبل أن تتحول إلى مجنح. يستخدم فكيه فقط للإمساك بالنمل ويحمي نفسه بالتخفي تحت الرمال. تحتوي القنوات الموجودة في فكوكه على مادة سامة يقوم الأسد بحقنها في النملة عند أول مبارزة. عمر الحشرة المجنحة البالغة قصير، في نهاية موسم التكاثر تموت الأنثى بعدما وضعت البيض في الرمال وأعطت الحياة لجيل جديد من أسود النمل.